مقاول فنان و وسي واحد بغى يعاون الفنانين في المغرب باش يتصلوا بالببليك ديالهم. والخدمة ديالي اللي بغيت نستخسرها هي جو مي ان ريلاسيون لي انفلونسور لي كرياتور المبدعين مع لي مارك في الاشهار وفي الابداع وفي التاثير. القضيه ديال لي تريون جيني سي الجيني هي في المدرسه كيقول لك خاصك يكون عندك نقاط مزيانه. دي سي با تريون جيني سي تريون بون اليف. والمهم انا جو بونس كو الناس خاصهم يتكونسنتراو على داكشي اللي كيحسوا في الداخل ديالهم وداكشي اللي خاصو يخدموا عليه. دونك انا كنت حسيت بان ما جيتي مبدع دونك تكونسنتريت على الشيء اللي عطى لي سيدي ربي هو الابداع ورجعته مقاوله. دونك انا بحال قلت رائد الاعمال ديال الابداع. دونك ما كنتش كنتصور غنوصل لشي حيت ما كنتصورش. انا عايش على الابداع ديالي هو اللي كيزيدني لقدام. وخا دابا ما كنحس براسي وصلت شي حاجه. ديما خاصني ندع ديما خاصني نزيد لقدام ونلقى شي افكار جديده. هذا هو المبدع ما كيقولش راه وصلت ما عمره ما كيوصل. المشكل ماشي هو لاسبي المادي هو اش باغي دير في حياتك. ملي كتبغي دير مقاوله باش تربح الفلوس هذيك الفكره اللي غاديفلوبيها ما كتبغي ما تكون بحال ما كتبغيهاش بزاف. دونك بحال قلتي غتلقى الفكره والخدمه اللي كتبغي باش واخا يكون عندك المشاكل حيت كلشي كيكون عنده مشكل مادي. على قبل الفلوس خاص الفكره وخا الفكره اللي باغي تقاول بها وتكون بها رائد اعمال خاصك تكون فكره كتبغيها بزاف باش واخا يكون عندك المشاكل ديال الفلوس. حيت المشاكل ديال الفلوس ديما كيكونوا عند المقاول. تقدر تبدا بزاف ومن ما يبقى عندك والو تقدر تبدا بوالو ويولي عندك بزاف وعاوتاني ما يبقى عندك والو. دونك الا كانت هذيك الفكره وهذيك الخدمه اللي كتبغي كتبغيها بزاف غتصبر على هذيك لا كريز الماديه اللي كدوز فيها. المشكل هو سميتو الفلوس بيان سور كيعاونوا في الاول ولكن ماشي شي حاجه ما كاينه حيت بديتي بالفلوس غتصاوب ديك غتنجح. النجاح هو هذيك لا كاباسيتي باش دوز هذيك الفترات اللي فيهم بزاف ديال التكرفيس. وداكشي راه ماشي الفلوس هما اللي كيعاونوك فيه سي بلوتو واش داكشي اللي كدير واش عنده واحد المعنى ولا ما عندوش معنى. تقد باغ اكزومبل تكون عندك يكون عندك بزاف الفلوس وكدير شي خدمه ما كتبغيهاش كتبيع باغ اكزومبل شي برودوي عارفو انت ما عندوش واحد فائده على المجتمع واخا كتربح فلوس غتحس براسك حزين. تقد ما يكونش عندك بزاف الفلوس ولكن كدير شي حاجه اللي عندها واحد التاثير على المجتمع وغتكون تحس براسك مزيان. انا الحمد لله كان عندي بزاف المشاكل ديال الفلوس وكانوا عندي ومشاو ليا ورجعوا ديما غيمشيو غيرجعوا ولكن جي توجور سنتي كو داكشي اللي كندير عنده واحد التاثير ايجابي على المجتمع وداكشي هو اللي كيخليني نفيق كل صباح ونقول غنمشي للخدمه. واخا بارفوا كيتوصل لاخر الشهر ما عندكش باش تخلص الناس اللي خدامين معاك ولا ما كيبانلكش كيفاش من دابا اربع شهور الشركه ديالك غادي لقدام. ولكن لو فات دو ريستي بوزيتيف وايجابي وكتبغي الخدمه ديالك هو اللي كيجيب لك هذيك الافكار اللي غيخرجوك من لا كريس. العام المقبل في المغرب يلاه دابا ولا الناس كيقولوا قبل كان سميتو كانت القضيه سهله ودابا صعيبه. لا بالعكس دابا يلاه سهلت حيت دابا مع هادشي ديال لي ريزو سوسيو فيسبوك يوتيوب انستغرام تقدر تكون عندك شي فكره وتوصلها للزبون ولا المارشي للسوق غير بالتليفون ديالك. دونك الا كانت عندك شي فكره وعندك شي حاجه غتفيد بها المجتمع تقدر تلقى واحد الايقاع زوين والحمد لله تمشي مزيان. المشكل اللي كان عندنا قبل ملي كانت عندنا غير التلفازه والراديو باش توصل سميتو البرودوي ديالك المنتوج ديالك للمجتمع والسوق كان خاصك دوز من التلفازه والراديو وتخلص الاشهار بزاف غالي. دابا الحمد لله كان لو تيليفون بورتابل يقدر يوصلك للسوق غير في ثانيه. دونك هذه بحال قلتي واحد لا شانس اللي عند المقاولين الجداد. ولكن المشكل ديال المقاولين ديال اليوم ما كيصبروش كيسحبهم واش داكشي كيجي على 5 ايام ولا على 5 سنين. النجاح راه كيجي على 15 عام 20 عام والله كتبدا تحس به شي شويه وعاد بقي كيدوم. ولكن هذاك النجاح ديال بالزربه ما صالح والو. لو سوكسي ديال بوسكيتو هي كل صباح كنفيقوا وكنقولوا غنفرحوا
الناس ديال العالم العربي. هذا هو لو سوكسي ديال البسكيتو، كنديروا دي فيديو بوزيتيف باش الناس يبتسموا باش يفرحوا، وهاد لا بوزيتيفيتي هي اللي كتجيب لنا الحمد لله لي مارشي، بيسكو بسكيتو بحال قلتي هي طاقه، ملي كنخدموا مع لي غون مارك كيحسوا بينا، بغينا لا بغينا نبدلوا العالم، بغينا نزيدوا لقدام. داكشي علاش ملي مشيت لدبي بزاف ديال الكليان عطاو لي الفرصه، حيت عرفوا القصه ديال بسكيتو وقالوا هاد الشركه جات من المغرب وايجابيه. دونك بحال قلتي لو سوكسي ديال بسكيتو هي الايجابيه، كل ايجابيه. داكشي اللي كيجي من بعد سي اون كونسيكونس، ولكن لا باز هي الايجابيه. فاوناف هي اجونس شركه شيشار اللي دابا في كازا وفي بسكيتو وفي دبي باردون، ويونيكنس واحد البروغرام ديال بسكيتو اللي بغينا نعاونو بهم المؤثرين باش نلاقيهم على لي مارك. دونك دابا عندنا واحد تقريبا واحد 2000 مؤثر، اللي حيت المؤثرين عندنا دابا عندنا 10 مليون ديال المعجبين في بسكيتو، وديك 10 مليون فيهم شي 100,000 ولا 200,000 مؤثرين. ودابا حنا كنشوفوا ديك المؤثرين اللي عندنا في بسكيتو باش نخرجوهم باش نكونيكتوهم مع لي مارك. بغيت باغ اكزومبل شي مؤثر اللي كان في مراكش، ولا مؤثر اللي كان في عمان، ولا مؤثر اللي كان في فلسطين ولا في السعوديه، تكون عنده الفرصه باش يتلاقى مع اون مارك صغيره ولا كبيره باش يمول هذاك الابداع والايجابيه ديالو. ديجا شي واحد اللي كيبوستي بزاف وعنده اكثر من 5,000 معجب ومتابع في انستغرام ولا في يوتيوب ولا فيسبوك، كيأثر على الحومه ديالو، كيأثر على صحابه. دونك حنا كنبداو من الصغار حتى الكبار، كاين اللي كيبدا من 5,000 حتى 50,000 ولا 100,000 ولا 500,000، ولكن حنا بغينا نعاونو داك الصغار هما الاولين. حيت شي واحد باغ اكزومبل اللي كيدير دي فوتو دي فيديو زوينين في انستغرام مدينه صغيره، يقد يعاون مقاوله صغيره باش هي تبين المنتوج ديالها. المؤثرين كبار هذاك الشيء حالهم سهل، كيخدموا كاينين في كازا وكيخدموا مع لي غون مارك. حيت دابا بزاف ديال الناس كيهضروا على داك لو فينومين ديال المؤثرين، ولكن المؤثر ماشي غير مؤثر كازاوي ولا رباطي ولا عنده 500,000 ولا عنده 50,000 ولا 500,000 ابوني، خاص حتى داك المؤثر الصغير. وهادشي اللي خدام في ميريكان وخدام في اوروبا وفي لاشين كيخدموا مع لي ميكرو انفلونسور. خاص غير طيح لك الفكره، وباش طيح لك الفكره خاصك بحال قلت تكون مفتوح على هاد التيب دو سوجي. دابا بحال قلتي انا كنظن الافكار راه كاين موجودين وكيختاروا الناس اللي يقولوا. دونك خاص تبقى بوزيتيف وتبقى كوريو باش هاد الافكار يطيحوا على راسك. دونك ما كاين وجدش انا باغ اكزومبل كنقول هاد السيمانه غندير شي حاجه ولا غندير شي حاجه، كطيح عليا شي فكره كنقول خاصني نسبيسو نشاركها مع الناس اللي كيتبعوني ولا الناس اللي باغي ناثر عليهم. ودابا هو لافونتاج ديال الانترنت، تقد تشد التليفون ديالك تسجل دير شي لا بوست برودكسيون، وانت في ساعتين راك وصلتي الميساج ديالك للمجتمع. يقدر يساعدهم غير باسكو كتعطيهم المثال، كتقول لهم راه فوالا راه كاين واحد الشاب مغربي كيشبه ليكم، راه حتى هو مقاتل وعنده شركه ومشى لدبي وخدام في واحد الميدان اللي كيبغي. دونك كتعطي بحال قلتي المثال للمجتمع اللي قريب منك، باش حيت المشكل اللي كان عندنا في المغرب سي ما كناش كنبينو بزاف المقاولين دائما كانوا مخبيين، كيتخباو حتى يقول لك لا ما خصنيش نبان والعين، بالعكس خاص تبين باش تعطي لونفي الناس اللي صغار منك باش حتى هما يقولوا راه سي بوسيبل. بحال قلتي كويري ولا موسيقي ولا، حيت بور مو انا تكون رائد اعمال بحال قلتي كنتي رياضي ولا فنان، خاص تعطي ليكزامبل. حيت كاين اللي كيبغي باغ اكزومبل، انا تعلمت الجيتار حيت كان واحد جيمي هندريكس سانتانا كيبانوا ليا، كان لي باغ اكزومبل تعلم الكره حيت بان لي بودرباله ولا رونالدو ولا شي حاجه. ولكن الصغار هذوك المقاولين اللي كانوا كيبانوا ليهم بحال قلتي ما كانوش كيبغيو يشبهوا ليهم، حيت المقاول كان كيبان ديما بالكرافطة وقبيح، داكشي علاش انا مقاول ببيجامه.